أقام اتحاد الحرفيين في حلب معرضاً للصناعات الحرفية بمشاركة 12 جمعية حرفية تقليدية في صالة مسبح الحمدانية الرياضي في سياق الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس الاتحاد العام للحرفيين. ويضم المعرض أجنحة لحرف صناعة النسيج وزخرفة المعادن والأواني النحاسية والمطرزات والألبسة الشرقية والسجاد والنجارة والخط العربي وصناعة الفضة، ما يدل على أن الصناعات الحرفية الحلبية بخير ومستمرة في تألقها ومهارتها. هذا المعرض جاء بعد تقريبا 10 سنوات لم نقم معرض. هذا المعرض طبعا يعرف التجار ان الاخوه الحرفيين في مدينه حلب قد تعافت حلب وهم يبادرون بعملهم ضمن ورشاتهم ومنتجاتهم، لكي نعرف للعالم كافه ان حلب قد تعافت وسوريا قد تعافت. اهم شيء انه نحن رجعنا كل شيء موجود حرفي ان كان برا وان كان، تواصلنا معهم ورجع اكبر عدد رجعناهن ورجعنا لسوق النحاسين وبالتواصل مع المدينة القديمة مع الآثار، رجعنا رممنا المحلات. احنا شاركنا بالمعرض بالخط العربي والحجر الطبيعي والرخام البازلت والمصيافي، مشاركين لحتى نثبت للدنيا انه حلب بخير، حلب عم تتعافى، سوريا عم تتعافى، اقتصاد سوريا عم بقوى. الحمد لله رجعنا لشغلنا، رجعنا لمعاملنا. أهمية مشاركتنا بالمعرض أنه نوري للعالم أنه نحن موجودين بحلب، مهنتنا موجودة بحلب ولا زالت مستمرة بالعمل. فايدة أنه الشعب يتنور أكثر، أنه السهل شغل مستمرين فيه بهالشغل من المصلحة. علم يشجعوا فيه أنه يتسووا أكثر أكثر لحتى ما يموت المصلحة المهنة. هذا مو مصلحة، حرفة بالأخص بدك تقول حرفة. إن شاء الله يعني جيل عن جيل يستمر هالشغلات يتطور أكتر أكتر. والله فعالية كتير ممتازة والأخوة الحرفيين ما شاء الله، حتى اتحاد الحرفيين عم يقدم تسهيلات كبيرة ومساعدة كبيرة للحرفيين في مواضيع إعادة العمل وإعادة الورش المتضررة بمساعدتهم بمعدات للعودة للعمل.